احيانا بعد سنوات كثيره بنلتقي بناس زمان ما شفناهم، بيكون اول كلامهم انه بيقول لك يا اخي انت ليش متغير؟ مالك مثل اول؟ ايه متغير لاني انا اليوم غير اول، اكيد مبادئي واخلاقي ما تغيرت، لكن شخصيتي وظروفي حتما تغيرت. اذا كانت الجبال والصخور بيتغيروا تحت الظروف الطبيعيه، فما بالكم بالانسان؟ معقول ما يتغير؟ نعم الانسان بيتغير، بيتغير لما بيتعلم، لما بيكبر، لما بيتألم، لما بينضج، وأكيد بيتغير لما بيوعى وبيفهم. عرفتوا ليش الناس بتتغير؟